التواصل يستمر اذا مشاهدينا الاعزاء من خلال انطلاقات وتحديات وعلى طريق الوصل والتحدي والتنافس. نبدا صراعنا شوطنا الثامن في هذه اللحظه مشاهدينا الكرام، هذه لحظات التواصل والتحدي ضمن هذا اللقاء والمقدمه والمركز الاول. شوط القعدان محفوظ بن خميس الجنيبي يتقدم بالمركز الاول، المركز الثاني وصل شاهين، تعود ملكيته مشاهدينا الاعزاء في هذا اللقاء. ها هو شاهين علي بن خميس بن محمد الخذيري محتل المركز الثاني في هذه اللحظة، المركز الثالث من الجانب الآخر. شوف التسلل الرباعي هنا، لكن شعار يوسف غانم أهلي يتقدم مع مصمصم لغانم. يوسف غانم أهلي يحتل المركز الثالث، المركز الرابع الآن في هذا اللقاء شاهين علي بن خميس العمري المركز الرابع الرابع الرابع، بينما مايهاب في المركز الخامس. إبراهيم بن حمد بن محمد الدرعي يحتل المركز الخامس، المركز السادس دخول من قبل مجد سعيد بن راشد بن منينة يأتي في المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الآخر هنا يأتي مبلش محلي حمدان بن محمد بن حمد بن درويش في المركز الخامس. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير إلى المقدمة والصراع مشاهدينا الأعزاء. المركز الأول يا سلام، هنا مجد 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 غير إلى المركز الأول. سعيد بن راشد بن منينة يتقدم في صدارة الشوط. أهالي زاخر المركز الثاني واصل بن عوف، لكن المركز الثاني هنا مغامر. سالم بن صغير بن حمد العويسي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث هذا اللي وصل الان العاصوف محمد بن 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 سعود بن صبيح الحرسوسي خذ المركز الثالث. صالح بن حمد بن شليويح ياتي في المركز الرابع. المركز الخامس هنا دهمان دهمان سعيد بن سالم بن عامر العمري العناوي العناوي يتقدم في هذا اللقاء ليحتل المركز الثاني، لكن مجد يلا يهل العين يلا يهل العين دار الزين. هنا مجد لسعيد بن راشد بن منينة الشامسي مسيطر، لكن العمري العناوي العامري العامري يا سلام دهمان دهمان سعيد بن سالم بن عامر العمري يتقدم إلى العامري يتقدم إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط. الله يا اللاعب العناوي يسيطر الكابتن على مقدمة الشوط. شوف 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 بن منينة يحاول، عاد عاد بن منينة عاد بن منينة عاد مجد 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 سعيد بن راشد بن منينة سعيد بن راشد بن منينة وبن سالم وبن عامر العامري، ولكن بن منينة. المركز الثالث لصبيح بن عوف الغيلاني، والمركز الرابع المركز الرابع سراب عبد الله بن علي بن حميدان، المركز الخامس قماري قماري ياتي في المركز الخامس، مسعود بن عبد الله بن مسعود الزرعي الزميل ياتي على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت النتيجه حضرت في لقاء هذا الشوط في تحدياته، كان التحدي بين الاثنين الله، لكن بن منينة وهالي زاخر بالعوده الى الانتصار والنواميس ما شاء الله. دقيقتين 59 ثانية، ثمان أجزاء من الثانية، هو مجد سعيد بن راشد بن منينة الشامسي، تهانينا وناموس وسلام يا أهل زاخر سلام. المركز الثاني دقيقتين 59 ثمان أجزاء من الثانية، بنفس التوقيت يأتي دهمان سعيد بن سالم بن عامر العامري حيث حل في ثاني المراكز، تهانينا وناموس أدام موفق وجميل للاثنين. بينما المركز الثالث في هذا اللقاء ياتي شعار صبيح بن سالم بن عوف الغيلاني مقدما طريف بثلاث دقائق واربعة اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للجميع الفائزين بالعشرة المراكز الاولى.